بتجدد وإبداع وثورة بالألوان والمواد، يعود الفنان المتجدد دوماً شوقي شمعون ليعرض أعماله داخل جدران جاليري مارك هاشم وسط بيروت. حقيقة تحولات توصف بالضبط المرحلة اللي مارق فيها، تحولات على صعيد المادي، على صعيد الموضوع، على صعيد المعاني بشكل أو بآخر. والأهم بالكل هودين هو التحول المادي. المعرض الجديد يحمل اسم تحولات أو Transformation، وهو مجموعة من اللوحات تحاكي التغييرات اللي عم تطرأ على عالمنا اليومي. البحث الدائم في بالمادي هو بحث حقيقة لمعطى استاتيكي بحت، يخدم هدف فني وهو التجديد على صعيد اللوحة وعلى صعيد الفن بشكل عام. مادة تشبه الإسمنت البشع أصبحت لوحة وألوان تعج بالحياة في لوحات الفنان شمعون، بمحاولة منه لتحريرنا من هذا السجن الإسمنتي الجديد والانطلاق فينا نحو الطبيعة والألوان اللي فيها. استعملت البطون كمادة حقيقة لأقول شو عم بيصير بهالبطون على صعيد الجدار اللي بيصل بين الناس، على صعيد البناء اللي ببشاعتها، بعد الأبنية ببشاعتها اللي عم تقتل البيئة بمعطياتها الإنسانية والجمالية. المعرض ينطلق في 1 شباط ويستمر لغاية 22 الحالة، ويستقبل الزوار بين 6 و9 مساء في جاليري مارك هاشم بيروت. بتأمل أن المشاهد يقدر يتابع هالتحولات هيدين تكحلوا عناية بشيء من الجمال والاستاتيكيات اللي ممكن أنها زدته بمحل تاني على صعيد المشاهدة وعلى صعيد التمتع بالعمل الفني.